أهلا بكم في برنامج الإقراء من المسجد الحرام. نزل القرآن أول ما نزل في مكة وعلى لغة أهلها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم انتشر الإسلام وعم عددا أو جزءا كبيرا من الجزيرة العربية، ودخل الناس في دين الله أفواجا. عندما دخل الناس في دين الله أفواجا وقد كانوا أصحاب لغة ولهجة تختلف عن لهجة قريش، كان من الضروري أن يسهل وييسر عليهم قراءة كلام الله عز وجل. وهنا يسر الله عز وجل عليهم، فأنزل القرآن على سبعة أحرف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أمته على سبعة أحرف، فنزل القرآن ويسر، وكان كل يقرأ على لهجته ولغته. استمر هذا الأمر والناس يقرؤون على لهجاتهم وفق ما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الروايات والقراءات على مختلف ما فيها من لهجات وقراءات، حتى كثرت الروايات. وفي زمن الإمام ابن مجاهد عندما رأى كثرة الروايات أراد أن يجمعها، فجمع القراءات السبعة التي هي أشهر ما يكون في هذه القراءات، وهي القراءات المتواترة. وكان أول القراء الذين جمع قراءتهم الإمام ابن مجاهد هي قراءة الإمام نافع. الإمام نافع المدني كان في المدينة، وانطلق من المدينة، وانطلقت قراءته من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نافع ابن عبد الرحمن أبي نعيم الليثي ولاء المقرئ المدني، ولدت في حدود سنة 70 للهجرة الشريفة، إمام أهل المدينة وأشهرهم قراءة. أصله من أصبهان بخراسان، كان أسود حالكا لكنه صبيح الوجه، طيب الأخلاق، كريم جواد زاهد، ومع ما سبق فهو ذا مرح ودعابة، كان أحسن الناس قراءة. أخذ القراءة عن جمع من التابعين، فهو متبع لآثار الأئمة السابقين. اشتهرت قراءته في المدينة وانتشرت، وانتهت إليه رئاسة الإقراء فيها، واستمر يقرأ نيفا وسبعين سنة. توفي سنة 69 على الصحيح من أقوال المؤرخين. أشهر من روى قراءته الإمام أو الراوي قالون والراوي ورش. ترى ما هي الفروق التي تميز كل رواية، وما هي السمات التي تميز قراءة الإمام نافع عن بقية القراء؟ قراءة الإمام نافع ابن أبي نعيم المدني قراءة أهل المدينة المنورة على ساكنها أزكى صلاة وسلام. وردت هذه القراءة عن الإمام نافع بروايتين، رواية قالون ورواية ورش، ولكل من الروايتين أصولها. فقراءة رواية قالون تمتاز بأنها أهم ما يميزها، أهم القواعد التي تعتمد عليها، صلة ميم الجمع إذا وقعت بين متحركين، سواء جاء بعدها همز أو لم يأتي بعد همز، وكذلك المد المنفصل عند قالون له فيه القصر أو التوسط. أما ورش فيمتاز أيضا عن قالون، مما يميز رواية ورش أنه يمد المد المتصل والمنفصل ست حركات ولا يقصر، وله ثلاثة البدل، كل بدل فإنما يمده بأحد أوجه ثلاثة، إما القصر أو التوسط أو الإشباع. كما أنه يمتاز عن سائر القراء بالمد اللين المهموز، فإن له فيه التوسط أو الإشباع، ولا قصر له في مد اللين المهموز.
مما يتفق عليه الراويان تسهيل الهمزات إذا كانتا في كلمتين، أما إذا كان في كلمة في كلمة واحدة عفوا، أما إذا كان في كلمتين فيختلف كل منهما بحسب حركة الهمزة وبحسب موضعها. مما يميز قراءة الإمام نافع بن أبي نعيم أن هذه القراءة تهتم بتسهيل الهمزات، بتسهيل الهمزات. أن لو قارنا بين قراءة نافع ورواية حفص عن عاصم التي يقرأ بها جل المشارقة سنجد أن الهمزة عند ورش في أغلبها مسهلة، بينما هي محققة عند حفص وسائر القراء. ذكرنا أن نافع راويان، أول هؤلاء هذين الراويين الإمام أو الراوي أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى المدني النحوي الرقي مولى الزهري، ولد سنة 120، لقبه الإمام نافع بقالون، ويعني هذا اللفظ بالرواية أو باللغة الرومية الشيء الجيد لجودة قراءته للقرآن. قرأ على نافع سنة 50 واختصه وكان إمام المدينة ونحويها. ذكر أنه كان أصماً، ذكر أنه كان أصماً أو ضعيف السمع، ولكنه يسمع القرآن ويسمعه. توفي سنة 220 على الصواب. إليكم نموذجاً لقراءته وبعض ما تميزت به هذه القراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلي من الجن والإنس،
إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. حسبك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. حقيقة من خلال قراءة طالب قاسم نجد أنه قرأ بأحد طرق قالون وهي صلة الميم على القصر، صلة الميم على قصر المنفصل. أيضا نلحظ في هذه الصفحة بعض الكلمات الفرشية، فقرأ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بدل إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وهنا العرب تقول كرها وكرها كلاهما لغتان من لغات العرب. نلحظ أيضا التصريف الفعل، بدل أن يقول نتقبل، عندنا في رواية حفص مثلا وما وافقه من الروايات أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، فنتقبل بنون العظمة وأحسن مفعول به، بينما قالون ويوافقه ورش طبعا قراءة نافع أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا. لو قلنا يتقبل أصبح هنا مبني لما لم يسمى فاعله، والمبني لما لم يسمى فاعله يأخذ نائب فاعل فيقول يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. أخوكم قاسم سكونة. الحمد لله، الحمد لله الذي من علي بحفظ كتابه الكريم، وأحمد الله أني حفظت القرآن الكريم وأنا في سن 17، والحمد لله بعد حفظي للقرآن الكريم التحقت بهذا البرنامج المميز، برنامج إقراء والإجازة بمكة المكرمة، وقد شاركت فيها منذ المرحلة الثانية، فكان قراءتي على فضيلة الشيخ مصطفى أبو طالب المقرئ والمجيز بالقراءات العشرة الكبرى والصغرى، ثم قرأت على فضيلة الشيخ سعد بن حكيم سعد برواية حفص عن عاصم، ثم قرأت على فضيلة الشيخ محمد سلامة برواية ورش النافع، والحمد لله كان الفضل العظيم للقائمين لهذا البرنامج بعد الله تعالى في أن ختمت بهذه الروايات المختلفة، وكذلك أشكر الإداريين والأساتذة كلهم لما يبذلون بوسعهم في خدمة كتاب الله تعالى ونصرة لدينه سبحانه وتعالى. والحمد لله أني والله قد حزت على مراكز عالية في المسابقات المحلية والدولية، فكان الفضل العظيم لهذا البرنامج يعني لفوزي في ذلك تلك المسابقات، وإني لأوصي بنفسي وزملائي الطلبة يعني في أن نجتهد ونبذل كما بذلوا بذل مشايخنا الكبار لنا، أن نبذل أيضا جهدا للأجيال التي تأتي بعدنا إن شاء الله تعالى، لكي يعمنا الخيرية التي
يعني ذكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصلى الله وبارك على رسوله الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الراوي الآخر عن الإمام نافع المدني هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري، من أبناء مصر. ولد بها عام 110، نشأ وترعرع على أرض الصعيد، كان جيد القراءة حسن الصوت. أطلق عليه الإمام نافع لقب ورش لشدة بياضه، كان رأسا في مصر. ثم رحل إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع، ولم يكتفي بأنه كان إماما ورأسا، أتى إلى المدينة ليقرأ على الإمام نافع. فقرأ، التقى بالإمام نافع وقرأ عليه 4 ختمات في شهر واحد، وذلك في عام 155. لما رجع إلى مصر كان إماما لها وازداد إمامة، انتهت إليه رئاسة الإقراء، فلم يكن له منازع في قراءة القرآن مع براعته في العربية والتجويد، كان حسن الصوت جيد القراءة. توفي الإمام ورش عام 197، وإليكم نموذجا من قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة، بلى قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامة، يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ، بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة، تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى،
فلا صدق ولا صلى. تقليل مع الفتح مع التقليل. فلا صدق ولا صلى ولكن. فلا صدق ولا صلى. التقليل مع عدم التغليظ أو تغليظ اللام مع الفتح. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أحسنت، جزاك الله خيرا وشكر الله لك وبارك الله فيك. الحقيقة الشيخ عبد الرحمن قرأ لنا سورة القيامة برواية ورش عن نافع بتقليل ذات الياء مع توسط البدل، وطبعا نلحظ هنا كلمة أيحسب عند نافع طبعا بكسر السين، بينما عند غيره منهم من القراء من يفتح منهم من يكسر. ألم يكن نطفة من مني تمنى بالتاء التأنيث، بينما هي مختلف فيها بين الرواة منهم من يقرأ بالياء أو بالتاء. هذه الحقيقة مجمل الخلافات التي بين الرواة في هذه الصفحة التي قرأها. نلاحظ أيضا أنه إذا قصر البدل، إذا وسط البدل، لابد عليه من تقليل ذات الياء، ولا يجوز فتح ذات الياء مع توسط البدل. من أبرز اللطائف الجميلة في سيرة الإمام نافع مع راويه وفي تربيته لهما أنه ألقى عليهما ألقابا قالون ورش. هذين اللقبين معناه الأول الصوت الجميل، والآخر معناه صاحب المظهر الجميل. في هذه الألقاب وإطلاقها على الطلاب تقريب وقوة في العلاقة بين الشيخ والطالب، وتمييز للمتميزين من الطلاب في حسن أدائهم وحسن عنايتهم بمجالس الإقراء والقراءات وحسن تهيئهم لها. وهذا أمر جميل جدا، يجب على معلم القرآن أن يعززون هذا الأمر ليربطوا ويجعلوا طلابهم ومن يتلقى القراءة عنهم مهتما بهذا العلم، باذلا وسعه، يستمر سنوات طويلة يقرأ القرآن ويقرأ يعلم الناس القراءات. هذه من أبرز وأجمل ما مر معنا في سيرة الإمام قالون وإعطائه وربطه وحسن علاقته بتلاميذه وطلابه. حري بكل مقرئ أن يحسن إلى من يقرأ عليه، أن يتلطف معه، أن يمد بينه وبين طلابه سبل المودة وأسبابها، ليكون الطالب بعد ذلك باذلا جهده، باذلا وسعه في تعليم الناس، يبذل عمره لتعليم ونشر هذه القراءة وبذلها للناس بعد أن يتلقاها من إمامه. أشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر مع قارئ آخر بإذن الله عز وجل. إلى اللقاء.